بسم الله والحمد لله. أعزائي التلميذات والتلاميذ المستوى الثالث إعدادي، نقترح عليكم في هذا الموضوع جهوي 2013 جهة مكناس تفيلت. أقوم من التمرين حول الإحصاء كبطاقة تقنية في هذا الموضوع، تم تقسيمه إلى ثلاث أجزاء. الجزء الأول التعامل مع الموضوع كما تم اقتراحه. أما بالنسبة للجزء الثاني سنحاول تحديد القيمة الوسطية باستعمال برنامج سينيكوان. أخيرا الجزء التالي تحديد مبيانيا هذه المرة القيمة الوسطية. تمثيل إنشاء الشكل تم باستعمال برنامج كابري. الآن نمر إلى نص الموضوع. كما تشاهدون أمامكم أنجزت مؤسسة علمية دراسة حول عدد دقات القلب الدقيقة لعينة مكونة من 100 شخص. كانت النتائج كالتالي، والتالي أعطينا هذه النتائج. لاحظوا أول شيء هو أن هذه المتسلسلة معبر عنها بالأصمة. طيب نمر إلى الأسئلة. السؤال الأول، حدد الصنف المنوال لهذه المتسلسلة الإحصائية. ثانيا، احسب المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية. ثالثا وأخيرا، حدد الصنف الذي يحتوي على القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة الإحصائية. كملاحظة هنا نتحدث على أصناف، أي الصنف المنوال وصنف القيمة الوسطية. طيب نضع جدول للحصيصات. كما تعلمون لتحديد منوال متسلسلة إحصائية يجب البحث على أكبر حصيص موافق لها، وكما تلاحظون أمامكم لدينا الحصيص 45 هو أكبر حصيص، وبالتالي نستنتج أن منوال هذه المتسلسلة الإحصائية هو N أكبر من أو تساوي 65 أصغر من 75، أي هذا الصنف الذي ذكرنا. لماذا؟ لأنه الصنف موافق لأكبر حصيص. نمر إلى السؤال الثاني، هو حساب المعدل الحسابي يكون M. لحساب هذا المعدل يجب وضع جدول لمركز الأصناف، وكما تعلمون عامة أن مركز الصنف هو نصف مجموع حدي الصنف. إذا كمثال الصنف مثلا N أكبر من 45 أو تساوي أصغر قطعة من 55، مركزه هو 45 زائد 55 مقسوم على 2 هي 50، وهكذا نحصل على الكتابة التالية. من نستنتج أن M تساوي 72، أي معدل دقات القلب هو 72. نمر إلى السؤال الثالث، ألا وهو تحديد الصنف الذي يحتوي هذه المرة على القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة الإحصائية. طيب نضع كما تعلمون جدول للحصيص المتراكم كتذكير لتعريف الحصيص المتراكم. الحصيص المتراكم موافق لقيمة الميزة هو مجموع حصيص موافق لهذه القيمة والحصيصات التي تسبق أو التي هي قبل. من هنا نلاحظ أن الحصيص المتراكم 100 هو مجموع الحصيصات. لماذا؟ لأنه هو مجموع حصيص موافق للصنف 95 أكبر من أصغر من 105، أي 5 هو مجموع الحصيصات التي هي قبل. طيب إذا لاحظنا هذا الحصيص المتراكم هو عدد زوجي. لماذا؟ لأنه يكتب على شكل 2 في 50. العدد 50 يعطينا الرتبة 50، نضيف لها 1 نحصل على الرتبة 51، وبالتالي فقيمتين اللتان مرتبتان في 50 و 51 أين يوجدان؟ في الصنف 65، أي أين أكبر من 65 أو تساوي أصغر قطعا من 75. من هنا نستنتج أن صنف القيمة الوسطية هو N أكبر من 65 تساوي أصغر قطعا من 75. وهكذا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حلقة مقبلة. حديد قيمة وسطية لهذه المتسلسلة الإحصائية المتصلة والمعبر عنها بأعداد أي كمية باستعمال برنامج سينيكوانون.